والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث اليوم إن شاء الله بإذن الله عن الإديتنج بوكس أو الرايتنج بوكس، الصندوق اللي قدام عينينا ده اللي دايما راح نشوفه إن شاء الله بإذن الله في مسألة تدوين الكتابات ومسألة التحرير وغيرها من النقط المختلفة. أول حاجة خلاص هتلفت انتباهنا في الصندوق ده هي إن الصندوق ده بيتكون من نصين، نص اسمه فيجوال ونص خاص بالتكست. خلينا نقول إن النص الأولاني الافتراضي اللي بيجي فيه الفيجوال، أنت بتحاول تكتب نص معين أو بتحاول تنسخ نص معين، تحاول تعمل له بيست جوه وغيرها من النقط المختلفة. تمام؟ رايت. هنفصل ادوات وبعدين نرجع لموضوع التكست ده. اول نقطه خلاص من فوق بتكون عباره عن اد ميديا، واد ميديا دي هي الوسيط اللي تقدر من خلاله انك تضيف ميديا. ميديا امور مختلفه من ضمنها الصوت، الفيديوهات، الصور لو انت كنت رافعها، الاتاتشمنتات، غيرها من النقط المختلفه انت بتحاول تضيفها من مكتبه اسمها الميديا لايبراري، هنجيلها ان شاء الله باذن الله في السيريز او في الابيسود اللي جاي. الجانب الثاني كله زي برنامج الوورد بالظبط يا جماعه، او زي برامج معالجه النصوص. وات يو سي از وات يو جيت ان اعمل سيلكشن بس، ومثلا بعد السيلكشن انت عايز تخلي النص ده باراجراف عادي اور هيدنج 1 مثلا هتلاقيه بيجي بالشكل ده، اور هيدنج 2 هتلاقيه بيجي بالشكل ده، اور 3 4 بري فورماتد، غيرها من النقط المختلفه اللي انت مختاره راح تلاقيه موجود. تمام؟ رايت. الجانب الثاني ده بالنسبه للبولد، الجانب الثاني ايطاليك، تعداد نقطي، تعداد رقمي، لو انت كنت عايز تدرج اقتباس معين، عايز المحاذاه من الشمال او في النص او من اليمين، محتاج تضيف او تعمل انسرتيشن للينك معين جاست كليك عليها وانسخ الرابط بتاع العنوان مثلا تبع الكوبي، ويبتدي مثلا عند كلمه معينه، بلاش عند الكل يعني، خلونا نعمل اكس، حدد كلمه معينه زي مثلا فليب دي وحاول تحط لها لينك معين، وانت مثلا اعمل بيست هتلاقيها اتلنكت. لو انت كنت عايز تربطها اكسترنال لينكينج، لو انت عايز اقصد يعني تربطها برابط خارجي، ممكن لو ضغطت على دي يحاول يجيب لك الوزارد بتاع الانسرت لينك، انسخ من الرابط لو كان رابط خارجي الكلمه بتاعت الربط، لو افتحها لك كتاب جديد، او لو انت كنت عايز تربطها بصفحه اوريدي موجوده من ضمن الصفحات اللي هي موجوده عندك، او من ضمن التوبكس اللي انت البوستس اللي موجودين عندك. يعني انا عندي اكتر من طريقه للربط، اما لينك اكزيستنج صفحه اوريدي كونتنت موجود معايا، او انا استخدم رابط خارجي. انا مثلا مستخدم رابط خارجي دلوقتي عايز اربطها برابط خارجي، هبتدي اعمل بيست خلاص اوكي جاست الكلمه دي هلاقيها كده اتربط. الجانب الثاني لو انا كنت عايز اريموف اشيل اللينك افك الربط ده، الجانب بتاعت انسيرت ريد مور، ريد مور ده بمنتهى البساطه يعني سيشن اكيد الناس عارفه يعني، وقت ما يجي لك كلمه معينه بعدين يقول لك اقرا المزيد او كونتينيو ريدنج، جاست كليك عليها يفتح لك بقيه الارتكل، علشان ايه ما يفتح لكش الارتكل كله مره واحده زي مقدمه صغيره، او وقت ما انت تحس بان انت عايز تدرج الكلام ده اعمل تحديد او مثلا تحت التعلم واعمل انسيرت للقصه دي، هتلاقي يحط لك الجانب ده، او مثلا ممكن ان هو يشيله بمنتهى البساطه تحرير جاست كليك عليه وديليت. الجانب الثاني ده كان التوجل بار، التوجل ده في شويه ادوات مخفيه لو ضغطت عليه بيظهرهم لك السترايك ثرو، ولو عايز تضيف خط، عايز تتحكم في لون الكلام، عايز تنسخ نص كتكست لو انت كنت مثلا جايبه من برنامج الويرد، عايز تكلير الفورمات، عايز تضيف كاركتر الاندنشن، تزود وتنقش، ريدو اندو، وعندي مجموعه من الشورت كاتس بتاعت الكيبورد، الامور البسيطه دي اللي احنا متعودين ان احنا نشوفها من تحت. وبعدين هو ماشي بنفس السيريز ده بيقول لك ان الكاونتر بتاعك عندك 263 كلمه والكلام ده اتحفظ كدرافت، يعني ما في مشكله. البوكس ده طبعا بيقبل ان هو يزيد او ينقص زي ما انت عايز، واحنا اتكلمنا عن موضوع وضع الكتابه مع عدم الالهاء وغيرها من النقط دي. تمام، حلو الكلام. الجانب ده خاص بالفيجوال، في طالما انت في الفيجوال كل التنسيقات دي راح تكون موجوده معاك، لكن لو رحت للتكست ففي التكست انت اقرب لانك تكون يعني شويه ماشي ناحيه الكود، فبيحاول يدي لك نفس الكلام اللي انت كنت عامله في الفيجوال بس في صوره الكود. يعني مثلا انا في الفيجوال كنت محدد الكلام ده ومخليه هيدنج 2، فهنا راح قال لي اه بي ستايل دايركشن ار تي ال وتكست الاين رايت و اتش 2، واخد اتش 2. تمام، المساله اقرب لانها تكون ماشيه الكود. لو انا مثلا عايز اشيل رايت دي واخليها مثلا جاستيفاي،
والناس اللي يعني اشتغلت سي اس اس ممكن تفهمني، انا اشيل مثلا كل رايت ده واخليه جاستيفاي، الاقي ان الكلام كله بدل ما ياخد الاين رايت هياخد مثلا جاستيفاي. كل اللي انا محتاجه اني بس اعمل ابديت على الكونتنت ده، والامور ان شاء الله باذن الله راح تمشي بشكل كويس. وممكن نعين الكلام اللي احنا عملناه ده بس ارسل كونكشن من الانترنت. يبقى انا عندي نصين اتنين في التكست بوكس ده او في الجانب ده، نص كان خاص بالفيجوال، وفي الفيجوال ده التنسيقات اللي انت بتعملها راح تظهر بشكل مباشر، ونص كان خاص بالتكست. وفي التكست انت لك مطلق الحريه انك تكتب اكواد سي اس اس او تكتب اكواد جافا سكريبت او تكتب اكواد اتش تي ام ال، الامر بالكامل بيرجع لك. وده بالنسبه للبريفيو للحاجات اللي احنا كنا عملناها. خلينا نعمل ريفرش للصفحه، اهو الكلام بيجي اتش 2، والكلمه ديت لو انا ضغطت عليها هتوديني لرابط معين، وادي كلمه كونتينيو ريدنج عشان احاول اواصل القراءه، ولو انا ضغطت على كونتينيو ريدنج هيبتدي يظهر لي بقيه النص بتاعي بشكل كامل. وده طبعا الفرق لان ده كان واخد اتش 2 في حين ان ده اتمتن النص العادي. ده بالنسبه للتكست بوكس الصغير ده. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.